اللي يريد تجارة لابد أن يقتر على نفسه، لابد أن يتخلص من المتعة ومن أن يصرف على الكماليات ويكتفي بالأساسيات. هل المفهوم هذا صحيح؟ الميزانية عبارة عن إيراد ومصروف، حتى تصل للحرية لابد أن تقلل المصروف أو تزيد الدخل أو تفعل الاثنين. أغلب الناس في الوضع الحالي يا الله الراتب يكفيه، فتيجي تقول قلل المصروف، يقول هذا كلام نظري. تخيل عندك يا أبو عمر مزرعة فيها بير واحد على حجم المزرعة، لا يزرع إلا جزء بسيط جدا من المزرعة لأنه ما يطلع من الموية إلا وقت قصير جدا. فأنت بين خيارين، يا أنك تقول أقلل مساحة الزراعة أو تقول لا أنا بحفر آبار جديدة عشان أكبر المزرعة. أي الاستراتيجيتين تصلح؟